بالنسبة للوصفة غادي نحتاجو الذرة اللي غادي نطحنو انا في الآلة ديال ترموميكس. عندي هنا 250 غرام ديال الذرة، غادي نسد عليه ترموميكس وغادي ندير لو كوبلي دوزور وغادي نطحن. غادي ندير 3 ديال الدقائق باش نحصلوا على دقيق القمح الكامل. هنا كيدير شي شويه الصداع، غادي نديرو فيتاس 10 ونخلي الزرع ديالي كيتطحن حتى نحصلوا على دقيق القمح. هكا نشوفوا الزرع ديالنا، هكا كنحصلوا على دقيق القمح مزيان، هكا كنحصلوا على الطحين. كنحيدوا هاد لي باغوا هادو اللي كاين الجداب اللي كيبقى لاصق فيهم الطحين. غادي نزيد عليه 200 غرام ديال دقيق الفرز، غنزيد هنا معلقه ديال سنيده، شويه ديال الملح حسب الرغبه، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره يعني جهد 15 غرام، وعندي معلقه كبيره ديال الزبده. صافي، وغادي نسد دابا لو بول ديالي وندير الماء الجهد الكافي باش يعجن ليا هاد لو بان دومي. بالنسبه للماء انا غادي ندير كاس ديال الماء فيه 250 مليلتر ديال الماء، وغادي ندير الكل كيتعجن. بالنسبه في العجينه غادي ندير مود بيترين وغادي ندير هنا 2 مينوت. وغادي ندور هذه ديال العجينه. الخبز ديالنا دابا صافي وسلا، غادي نشوفوا لا تيكستور ديالو. ها هو هذا الخبز ديالنا، غادي نتسنى عليه واحد شويه، واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه يطلع فيه هذا، وعاد تشكلو في المول ديال بندومي ديالي. من بعد ما خمرت رشيت شويه دقيق في سطح العمل، غادي نديكازيها بهذا الشكل ونحاول نعطيها شكل مستطيل. باش نقدر نلويها المول ديالي غنلفتو بالورق ديال السلفيغيزي بحال هكا. هذا المول اللي كيكون بالغطاء ديالو يدخل الفرن، وغادي نلوي هذا العجين ديالي هكا حتى نعطيه شكل بودان بحال هكا. كناخذوا شويه ديال الشوفان يعني هذا اختياري، غادي ندهن الماء العجين ديالي بشويه ديال الماء وغادي نمررو في هذا الشوفان هذا باش يلصق عليه. غادي ناخذ المول ديالي، انا خويت فيه هنا شويه ديال الشوفان باش يجي حتى في القاع ديالو فيه ونحطو هنايا. ونزيد عليه هاد الشوفان المتبقي ونخلي البان دومي ديالي تيخمر حتى يتضاعف، وندخلو الفران يكون مسخن درجة حرارة 200، غير ندخلو نهبطوها ل 190 أولا 180. هادي الغطاء ديال
ديال هذا المول هذا. ملي نبغي ندخلو غادي نسدو بحال هكايا ونخليه. دابا غادي نخليه غير منفس هكا واحد شويه حتى يضاعف الحجم ديالو عاد ندخلو الفران. الخبز ديالنا ها هو خمر كما شفتوا، انا درت عليه هذا البابي هذا باش ما يلصقش، وغادي نسد عليه وندخلو الفران مسخن على درجه حراره 200، وغادي نهبط لا تمبيراتور حتى 190. الخبز ديالنا من بعد ما كيخرج من الفرن كيجي على هذا الشكل هذا، هانتوما كما كتشوفوا كيجي طيب مزيان. نقطع لكم واحد الطرف باش نشوفوا الشكل ديالو من الداخل. انا حيت كنت طيبته في الليل خليته حتى لغدا عليه، عاد نقدروا نقسموه. هو هذا كله بالزرع صحي للفطور ديال الوليدات والكوتي ديالهم اللي بغى يدير فيهم ساندويش. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش في لي كومونتير الضغط على زر لايك والاشتراك باش تفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. نقول لكم الى اللقاء في حلقه مقبله ان شاء الله.